الخبر الخامس ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة فوضع يده بين كتفيه فوجدت بردها بين ثدييه فعلمت ما بين السماء والأرض. ثم قال يا محمد قلت لبيك وسعديك. قال تعالى فيما يختصم من الأعلى؟ فقلت يا رب لا أدري. فقال في أداء الكفارات والمشي على أقدام الجماعات وأسباغ الوضوء على الكراهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول واعلم أن قوله رأيت ربي في أحسن صورة قد تقدم تأويله. أين تقدم؟ في الخبر الرابع. يقول واعلم أن قوله رأيت ربي في أحسن صورة قد تقدم تأويله. وأما قوله وضع يده بين كتفيه ففيه وجهان. الأول المراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه. يقال لفلان يد في هذه الصنعة، إذن يقول هنا أما قوله وضع يده بين كتفيه ففيه وجهان. الأول المراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه، كما يقال لفلان يد في هذه الصنعة أي هو كامل فيها. الثاني أن يكون المراد من اليد النعمة، يقال لفلان يد بيضاء ويقال أن أيادي فلان كثيرة. لاحظ التفت، هو ما يحتمله، ما يأتي بذي من المحتملات يأتي هذا، أنت عندك احتمالات أخرى، احتمال ثالث ورابع ووجه خامس وسادس وعاشر، لا يوجد أي مشكلة هنا. المهم أنت تخرج من القدح والهتك بالتنزيه والتقديس وانتهى الأمر. أما ما تحتمله بعد هذا يا مكثر المفسرين والتفسيرات والأقوال من هنا ومن هناك، حتى من الإسرائيليات فسروا القرآن والآيات القرآنية. فإذا ما تحتمله ما ترجحه من محتملات التأويل فلك هذا الأمر، ما دام يوجد مبرر لي أن تنتخب هذا المحتمل للتأويل، وما دام يوجد جهة تشابه ومبرر للتأويل وبعد هذا يكون عندك ترجيح للتأويل كقرينة مقامية أو مقالية للترجيح، لا يوجد أي مشكلة. فهو يأتي بمحتملات ليس على نحو الحصر، وإنما يعطي بعض المحتملات ويفتح باب التأويل. يقول وأما قوله بين كتفي فإن صح هذا الكلام، إن صح هذا المقطع من الرواية، فإن صح فالمراد منه، لاحظ على فرض الصحة لا يهمه هو صدر أصلا أو لم ينزل، لكن يوجد شبهة تترتب على هذا فأعطى التأويل. فإن صح فالمراد منه أنه أوصل إلى قلبه من أنواع اللطف والرحمة. يقول وقد روي بين كنفي، هذا تأويل آخر، يقول وقد روي بين كنفي أي وضع يده بين كنفي. يقول المراد منه مثل ما يقال أنا في كنف فلان وفي ظل إنعامه. التفت جيدا، لاحظ أعطى وجه أيضا للمعنى المؤول له وأعطاك مثال، قال هذا موجود في اللغة في العرف كما يقال كذا وكذا. لاحظ أعطى مبرر للتأويل. لماذا اختار هذا التأويل؟ هل استخدم هذا على نحو التأويل والمجاز وعلى نحو الاستعمال والاستخدام الصحيح في اللغة والعرف المطابق لقوانين اللغة والعرف، أو هو استعمله على نحو الغلط؟ يعطيك المبرر لهذا التأويل، يقول أنه أولت بهذا المعنى لوجود جهة اشتراك ويقصد به المعنى الفلاني، وكما يستخدم هذا المعنى وهذا التأويل في العرف وفي اللغة. التفت جيدا أيضا هنا، فقط للإشارة، أنا أريد أن أحصر أوجه التغرير والخداع والتدليس. الآن هل يصح، الآن هو في مقام الإتيان بمحتملات التأويل المعاني الأقرب للمعنى الحقيقي والمعنى الظاهر، أنت تأتي بمعنى ثالث أو بمعنى رابع أو بمعنى خامس، هل يوجد مشكلة؟ هل تقول لا يراد هذا المعنى بل يراد المعنى الآخر المؤول؟ إذن هذا ليس برد، إذن أنت بقيت في معنى وفي طور وفي مجال التأويل. إذن ويحتمل كمال المعارف، والذي يدل على أن المراد منه كمال المعارف قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في آخر الحديث فعلمت ما بين المشرق والمغرب، وما ذلك إلا لأن الله تعالى أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف. وفي بعض الروايات فوجدت برد أنامله، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. لماذا قال في بعض الروايات فوجدت برد أنامله؟ لأنه في الرواية فوضع يده بين كتفي،
فوجدت بردها بين ثديي. إذن وضع اليد، وهناك يقول يوجد رواية وضع الأنامل، تحدث عن اليد، فعندما يأتي الكلام عن الأنامل سيقول هناك سنؤول المعنى. يقول وفي بعض الروايات فوجدت برد أنامله، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. انتهى الفصل الأول، ويأتي بعده الفصل الثاني في لفظ الشخص.